ايوه هنقول ليه. نعم تمام، اتفضل يا فندم. عشان كده اول رئيس دوله طلع تشاد، الصوره اللي بعد كده. نعم. وعمل هناك، راح زار الرئيس اللي هو طبعا محمد بازوم. نعم. وراح قعد مع الرئيس بتاع الانقلاب، قعد مع عبد الرحمن شيان. ولكن للاسف نعم لم يتم. نعم. اي حاجه. نشوف الصوره اللي جايه بقى، ومن معه ومن ضد. نعم. الصوره اللي جايه دي، ادي النيجر في النص. نعم. اهي. نعم. طبعا نمسك ليبيا، حتى الان لم تعلن عن جماعه ولا ضد. نعم. ليبيا ساكته خلاص. الجزائر قالت ايه بقى؟ انا ضد الانقلاب وضد التدخل العسكري. نعم. وهنشوف بعد كده ليه. امبارح الرئيس عبد المجيد تبون طلع في حوار صحفي اول امبارح بالليل، وقال بشكل واضح اي عمل عسكري هو بيستهدف الجزائر. بالظبط. وهنشوف ليه بعد شويه. بالصور لانه شايفين الحدود. الحدود اهي. مالي قال لك انا ضد التدخل. نعم. بوركينا فاسو مالي قال لك احنا لو حد هجم عليهم يبقى بيهجموا علينا. خلاص. نيجيريا طبعا بنين مع التدخل. نعم. نيجيريا لانها هي بتقود الاوكس دلوقتي. فعشان كده بين البنين. خاصه ان امبارح مجلس الشيوخ بتاعها رفض الموافقه. امبارح مجلس الشيوخ رفض. وخد بالك ان مفيش دوله عسكريه تقدر تخش في عمليه عسكريه دون موافقه البرلمان. برلمان. يعني احنا يوم ما الحدود هنا حوالي 1400 1600 كيلو. ده انت شوف هي كل الحدود اهي. كله. نعم. فعشان كده هقول لك حاجه، احنا يوم ما مصر دخلت في حرب تحرير الكويت. نعم. البرلمان المصري وافق. نعم. ده قانون. نعم. فلحد النهارده نيجيريا موافقت. فاذا بس هي اللي بتستضيف هي اللي بتستضيف الاجتماعات وهو الراجل في ابوجا يوم الخميس في ابوجا وهو الراجل الرئيس. نعم. فلما ادوا للراجل ده اسبوع. نعم. او للانقلاب. نعم. اسبوع خلص امبارح. فالنهارده اول يوم. نعم. فقعدنا نقول من امبارح هنعمل ايه. نعم. فلكن النهارده قرروا ان القاده هيقعدوا يوم الخميس. نعم. وهيشوفوا هيتصرفوا ازاي. بس هم امبارح اغلقوا الاجواء بتاعتهم. اغلقوا الاجواء ان قبل متوقع انها تتضرب باي لحظه. نعم. فاغلق الابواب. نعم. بعد كده الصوره الثانيه. نعم. الجزائر. نعم. رفضت اي تدخل عسكري. نعم. زائد قتل الانقلاب. طبعا بيطلبوا فاجنر تخش مساعدة من روسيا او فاجنر. فاجنر. نعم. طب نخش الصورة التانية، الجزائر رفضت ليه بقى؟ نشوف الصورة التانية. نشوف. تعرف ان من اكبر الدول اللي بتنتج غاز وبترول في افريقيا نيجيريا والمغرب. نعم. والجزائر. نعم. ففي خط بيطلع غاز من نيجيريا هيعدي على النيجر ويخش على الجزائر. فلو حصل حرب في النيجر الخط. نعم. ده هيتدمر. نعم. فعشان كده الجزائر قالت لك لا. نعم. مفيش تدخل عسكري. نعم. السياسه بس نيجيريا. ايوه. قطعوا الكهرباء عنهم. قطعوا الكهرباء عن النيجر امبارح. انما انا بتكلم دلوقتي النهارده لازم الناس تعرف خط الغاز. السياسه. أيوة. لعبه المصالح. الجزائر شايفه ان الخط ده بيعدي على النيجر. نعم. لو دخلت حرب يبقى الخط هيتدمر. نعم. وخد بالك. نعم. الخط ده بيطلع لحد الجزائر. الجزائر اللي بتغذي اوروبا. نعم. في خط داخل على المغرب. نعم. وهم متخانقين مع المغرب فالخط. نعم. ده اتقطع. نعم. فالنهارده الخط الثاني بيطلع اسبانيا. نعم. والخط الثاني بيطلع على اوروبا والخط الثاني بيطلع على ايطاليا. فعشان كده الجزائر عايزه الموضوع ايه؟ يهدى. نعم. اي اشتعال. عشان كده بنقول يا احمد احنا المصالح على المصالح. مصالح. السياسه هي لعبه المصالح. نعم. الجزائر قالت لك لا ده انا هيضيع الخط ده. نعم. فاذا بالتالي انا اتفضل يا فندم. النيجر قالت الصوره اللي بعد كده الغت كل الاتفاقيات مع فرنسا. مع فرنسا. امبارح. نعم. ولكن فرنسا قالت لك لا انا هنقبل لان ده كوديتا انقلاب وليس من السلطه الشرعيه. نعم. فعشان كده فرنسا رافضه. رافضه. نعم. الانقلابيين امبارح واحد منهم الصورة الثانية راحوا مالي. مالي زي ما قلنا من شوية فيها. نعم. فاجنر قاعدة. نعم. فقالوا الفاجنر من فضلك تعالوا ساعدونا. فجرا فاجنر لحد دلوقتي لم تستجيب. ليه؟ لان تاخد الاوامر من